تجهد عصابات من السوريين المقيمين في قرى منطقة مرج عيون على سرقة مواسم الزيتون مستغلة العمليات العسكرية الدائرة على الحدود وعدم قدرة أصحاب بساتين الزيتون من قطاف محاصيلهم بسبب القصف الإسرائيلي على أطراف بلداتهم. أرزقنا الزيتون بعدنا ما فرطناه ورزقتنا كل السنة ناطرينه ما عم نقدر ننزل عم يستغلوا هالوضع بينزلوا بيسرقوا الزيتون سرقة. طب الدولة ما في ولا أي إجراءات ولا أي شيء معش بدنا شيء من الدولة بس بدنا شوي ما ننسرقش ببيوتنا نحن قاعدين ببيوتنا. الأمر استدعى تحركا من بلدية الإقلاعة في قضاء مرج عيون التي أوقفت ورشة سورية مقيمة في بلدة الوزاني انتقلت صباحا إلى خراج الإقلاعة وكانت تعمل على قطف وسرقة الزيتون من إحدى البساتين من دون معرفة أصحاب الرزق. بيعدي أرض ضبطكم وحاملتكم وعايشين فيها بتقولوش كتر خير الله بعدتوا عن الخطر وجيتوا قعدتوا بأرض حتى صارت معاش أمنة. طب شو عم تعمل هلا؟ ما في حرب صار أكثر من سوريا هلا. وعملت شرطة البلدية على نقلهم من بساتين الزيتون مع ما سرقوه إلى البلدية وتواصلوا مع المعنيين في الدولة من أجل الحد من السرقات التي تطال أهالي المنطقة.